صباح الخير مشاهدي قناة زاكروس الفضائية، صباح الخير زملائي داخل الاستديو، عيد فطر سعيد، كل عام وانتم بألف خير، أعاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. اليوم احنا متواجدين بأحد مطاعم بيع الباشا، المطاعم الشعبية في أول أيام العيد. خلينا نشوف الباشا الموجودة هنا شلون العالم تقدمها لنا هنا وشلون الأكل مالتها وتقبلها الناس. السلام عليكم. السلام حبيبي. شلونك شو أخبارك؟ الله يسلمك يا حبيبي، الله يحفظك. احنا تدري او بالعياد العالم تروح على الباشا على الكاهي على القمر، حكينا على الباشا. يعني هي اكله شعبيه العالم تستقبلها بايام العيد. العالم تقبل الباشا ليش؟ ايش معنى الباشا؟ اختارت الباشا يعني تدري يعني اكله مفضله، خاصه تجي الصبح بها اللسان بها اللحم بها المخ، يعني اكله مرغوبه خاصه، يعني حتى عوائل تجي الصبح تاخذ سفري، يعني اكله شعبيه مرغوبه. عندنا الباشا شلون يسووها؟ يعني حقيقه تجينا منظفه كامله، تجي منظفه كامله، احنا بنغسلها انه بنخليها بالجدر مده طبخها بين 3 ساعات الى ساعتين، يعني فوره قويه، انه بنطلعها ننظفها انه بنحضرها بطبق، هاي مثل هاي الصواني مثل هاي المواعين، وننزلها للعالم. يعني اكو عالم ترغب مثلا يريد بس لسان، اكو يريد بس لحم راس، اكو يريد بس مخ، فاحنا يعني نفلسها وننزلها باطباق للعالم. المخ هم لها تكلفة؟ لا هي ما رغاب المخ، صحيح، هي اكو عالم ترغب الكراعين، اكو عالم ترغب المخ، فهي متتفلس الباكه كل شيء يتفصل على حسبه. يعني هي تفلسها انت الباكه تتفصخ كمخ، يعني من العالم في المخ شلون يصرف لك انت؟ هو يصرف عادي ماكو اشكال، انت من تفلسها فيطلع الكميه مال المخ، هي ما تطلع كميه كبيره بس هاي انت اهل تحاول بيه، يعني تسوي لك معاون مخ مرتب تنزل للعالم. نشوف هسه بعد بدايه العيد العالم بدات هسه تجي للمحل، صحيح، تتراود للمحل. حدثني انه كل سنه شلون العيد عندك؟ والله يعني الحمد لله زين، اقبالي يصير يعني على الباكه، يعني تبدي من 5 الصبح، يعني تدري عالم رمضان واول ايام العيد، فتيجي العالم تستقبل الباكه، قصدي يعني تبدي من الفجر حد الظهر ورا الظهر هماتين بس اكثر، يعني صار حركه الغبشه من 5 الصبح تصعد الحمد. يعني هيك وقت تقريبا هي سنتو، يعني جيتوا الفجر، يعني انا بدينا هسه نحضر بيها، فهي تبدي عاده تحضر العالم تجي تستقبل بعد، واحنا نحضر اطباق للعالم وننزلها. شنو العالم شو رغب اكثر شيء بالباشا؟ يعني اكثر شيء المرغوبه بالباشا يعني اللسان واللحم راس والمخ، ان ذني افضل شيء. كرشه ما كرشه؟ كرشه قليل يصير عليه اقبال قليل. لا ليش قليل مثلا؟ النظافه لا مو قصه نظافه، احنا تجي احنا من ننظفه، بس هي عالم ترغب بالباكه كثيره، اللسان واللحم راس والمخ والكراعين. السوب العالم ما تحب السوب؟ لا هو السوب مالته اهم شيء، السوب مالته الكولاجين فايده. هسه في مجال لحظه، احنا اليوم احنا متواجدين ترند، هسه بديت اشتغل بالباكه بدايتها، اول زبون اجاك شاد عندك؟ يعني حقيقه اول واحد راد كراعين ولسان، بس كراعين ولسان. متحمل رمضان كله هذا. اي شو يسوي؟ يقول اهم شيء الكراعين واللسان، يعني جاك مشتي على مود الكراعين واللسان، قلت له تدلع ايش تسوي؟ لازم تسوي. شوكم رمضان؟ يعني مو ذاك الاخبار، يعني شيء قليل. العالم تريد على الفطور مثلا؟ سفري اكثر شيء، سفري يعني تاخذ العالم جدر سفري، هاي انا انطي سفري. انا سمعت ان الباشا تعطش. بالسحور شيء طبيعي اذا تاكلها بالسحور، بس هي العالم من تتعلم يصير شغله عاديه. يعني هسه شوكو عالم يعني تسحر باقي له دين. باقي له دين هم تعطش، فالباكر هم كذلك، لان دهن اي شيء دهن لازم يعطش. اكو مصاريف اي شيء مثلا المنبار، اي المنبار هذا يجي نغسل يتحشى ينطبخ شويه، هو المصران يصحوا له المنبار مال عجل، هذا يجي مغسول منظف كامل، نجي احنا ننظفه ونملحه ونحشيه الخبطه مالتنا التمن واللحم، حشيه انه بتسيل القيض وتصفيه انه يعني بصواني كبيره تصفيه، هات تريد تقلي تريد تسلك حسب رغبة العالم. ايه هم اكو رغبة لك؟ شو هالعاد؟ هسا صارت يعني مثل اللسان والمخ، اهم شيء المنبار ويا الباكر. دائما شوف النسوان يعني شلون تخاف من الباكر ما تريدها؟ تخاف من السنون اكثر شيء، يعني مود السنون والعين. يعني بسبب اي يعني شويه اقول لك كم شيء العين خاصة يعني النساء، العين واللسان والعفو والسنون ما يتقبلوا، يعني خاصة تنزل راس كامل بشيل العين والسنون، فاحنا نشيلها وننزلها بس صافية لحم وهاي. كل نسوان ياكلين باشا طبيعي؟ والله يعني صارت يعني اكثر، يعني صارت اقبال عليهم النسوان اكثر، يعني اكو
هاي هسه بجديد هسه يعني هاي الفتره راحت يعني قبل كان قليل كيف مثلا يجي اثنين كان قليل هسه لا يعني ما شاء الله يعني قاموا ياكلن صارن عظامات صارن عظامات باكر نقول قام توازي الكاهي والجيمر والباقي المواد مثلا المنتجات يوم العيد الصبح والله تقريبا يعني تقريبا بس الاقبال يعني اكثر شيء تدري العالم على الكاهي والجيمر بس بعدين يصير ورض العالم بعد الجوع تجيك على الباكر فيصير اقبال يعني عليها بالعيد اماتين فانا نحضر دائما نحضر للعيد وجبه كبيره تجيك العالم هاي قلت لك من فتره يعني من 5 الصبح جر حد اللي يعني حتى للظهر تستمر ربي يحفظك ان شاء الله حبيبي خلينا ننتقل هنا لحد زبائن طبعا متواجدين اليوم بالمطعم الشعبي خلينا نقعد مع الاخ هنا السلام عليكم عليكم السلام طلع شو قلبي الله يروح شلون انت بخير الله يوفقك انت بخير وانت بالف خير حبيبي مو منزلين اي والله السرعه لسه طلبنا من الولد ايش نزل ايش طلب نص غاز ابي شو هالعاد لازم بين اخترت مثلا اول يوم العيد تاكل باكر الاكله المفضله الباكر فلازم انت تاكل اكله من هاي الدسمه شنو مختارت كاهي جيمر باقلودي ما ناكل عندنا نحب اكلات ثقيله فالباكر اول اكلها طبعا شو هالعاد من وقت تاكلها يعني من زمان اكلها تاخذ سفر بيتها مش طبعا بيتها ياكلوها اكيد لازم كل ما اكل باكر اخذ ياي البيت سفري منبار ما منبار كراعين كرش مو واخذين السوالف لازم ايش تحب بالباكر اكثر شيء اللسان اكثر شيء اللسان احبه بالباكر اي والله شو تحب بالباكر اكثر شيء والله اكثر شيء نحب بالباكر المخ مالته واللسان ايوه ايش معنى بدك تقنعني غير شيء كراعين شيء لا اطيب شيء بالباكر يا هاي اللي الكرشه نوبات الكروش ماله جاي من الصبح فجر جاي الفجر شو تسوي العرق شو متحمسين اي جاي صيام تعرف عيد والسوالف كل عام وانتم بخير وانت بالف خير حبيبي انا اخر قلبي يا روحي هلا بكم عيوني طبعا اكلت الباشا اكله شعبيه عراقيه ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم بالف خير عيد فطر سعيد عاد الله علينا وعليكم بالصحه والعافيه وفي الختام تقبلوا تحياتي كنت معكم فاضل الخفاجي وتحيات كادر العمل